يعني حاجه ليها علاقه بالحب بالسعاده بالصحه مرهان الايام اللي فاتت انا عارفه ان ممكن السؤال ما يبقاش حباب بس مرهان الايام اللي فاتت كانت ترند غير طبيعي ورديتي على فكره الانفصال وان انت دلوقتي ما بتعيشيش قصه حب هل الموضوع ده ضايقك ان انت بقى في كلام كتير جدا عليكي وعلى الموضوع ده لا هو انا بس اشفق يعني موضوع ترند ده مش فارق معايا خالص هي الحاجات بتحصل غصب عني لكن انا صراحه مش حابه اتكلم في حياتي الشخصيه طب مريم لو شفتك تعملين يولوك في شكلك هتعملي ايه مش ما اعتقدش يعني انا بحب لون شعري كده يعني الحمد لله راضي عن شكلي ممكن اغير في ستايل لبس اخس اتخن الحاجات مش هتخن طبعا اخس بحب اخس جدا